أنا بشوف مين. مرحبا. لك بنتي شو جابك لهون بهذا الوقت؟ يا ترى شو اللعبة الوسخة اللي عم تلعبيها هلأ؟ عن جد عيب هالحكي عمي عاكف. رفيقي كهان نسي كتابه عندي وجبت له اياه. من بعد إذنك أنا بدي أعطي الكتاب. هاريكا كهان؟ خير أنت شو عم تساوي هون؟ نسيت كتابك عندي بالبيت، جبت لك يا بلكي بحاجته. ليش عزبتي حالك؟ كنتي عطيتيني يا بالمدرسة. لا أنا أجيت لغير جو شوي. هي ماشي هاد الكتاب. عمي عاكف يا ترى كهان حكى لك عن وظيفته شي؟ لا والله. تخيل قال هو بيعتبرك كقدوة إله، هالشي لطيف كتير ما هيك؟ أنت بتعتبرني قدوتك؟ إيه صحيح هيك بالضبط. على حسب معلوماتي الإنسان ممكن يشوف أمه وأبوه وأخوه كقدوة، بس إنه كهان يشوف شخص غريب قدوة إله هالشغلة غريبة كتير. الظاهر خليته يحبك بشي طريقة. ايه صح هو بيحبني الله يسلمه. انا رح اخذ تليفوني وروح من هون. بتمنى لكم محادثة حلوة كتير. شكرا لك وامي بتسلم عليك كتير. الله يسلمك ويسلمها. ممكن تجيب لي مي كهان؟ ايه طبعاً طبعاً. تفضلي. شكرا كثير لك. صحتين وهنا. عن اذنك صار لازم روح. شو السبب لحتى تروحي بهالسرعه؟ عادي كمان تعرف صار عتمه لروح قبل ما يتاخر الوقت. شوفك بكره بالمدرسه. مثل ما بدك. وكن دندن يرم بلكي gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.